عمرو بن العاص، الجامع العتيق. هو أول مسجد بني في مصر وإفريقيا، تم بناؤه في مدينة الفسطاط اللي أسسها المسلمون في مصر بعد فتحها عام 21 هجرياً، وكان يسمى أيضاً بمسجد الفتح والمسجد العتيق وتاج الجوامع. اتبنى في نفس المكان اللي قام عمرو بن العاص بنصب خيمته فيه، وكان المسجد في البداية عبارة عن مساحة صغيرة اتبنى بالطوب اللبن، وسقفه كان محمول على جذوع النخل. مساحة الجامع وقت إنشائه كانت 50 ذراع في 30 ذراع، ولي 6 أبواب. في عام 53 هجرياً أضيفت إليه منارات على هيئة أبراج بتشبه تلك التي توجد في الجامع الأموي. أما في العصر العباسي فزادت مساحته لحد ما وصلت إلى ما يقارب مساحته الحالية. في عام 568 هجرياً أمر صلاح الدين بإعادة أعمار المسجد من جديد بعد إشعال النيران فيه عام 564 هجرياً أيام الحملات الصليبية على بلاد المسلمين، فأعيد بناء الجامع والمحراب الكبير اللي تم كساؤه بالرخام ونقش عليه نقوش منها اسمه، وبيعد مسجد عمرو بن العاص من أهم معالم القاهرة القديمة، وهو أيضاً مزار سياحي للتعرف على العمارة الإسلامية.